الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين. سادتي الأساتذة الأجلاء، سادتي المفكرين والباحثين، لا أدري كيف أعبر لكم عن فرحي وسروري بأن ألقى في هذا البلد الطيب الرحيم بالمستجير إذا استجار، والرحيم بالمستأمن إذا استأمن، هذا البلد الذي أضحى ملجأ لمن لا ملجأ له، ومأوى لمن لا مأوى له، وعدل لمن لا عدل له. فأنا حقيقة أشعر بأني أكرم في كل لحظة من لحظات وجودي في هذه البلاد الطيبة، كل خطوة أخطوها تكريم لي. إني أحببت هذا البلد لأني أتوجه إليكم وإلى كل شيء فيه بوجداني، فهذا الوجدان إما يشعرني بالسعادة أو يشعرني بالشقاء، ولكني الحمد لله أول لقاء، أول خطوة خطوتها في المطار شعرت بانشراح الصدر، وشعرت بأني في تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. فأنا ممتن لكم أنكم أخذتم من وقتكم الثمين ومن التزاماتكم العظيم وجئتم لتحضروا هذه الجلسة. فيعني هذا الامتنان هو يجعلني أكلمكم اليوم، وأكلمكم في موضوع حبيب لي كما أنتم أحباء لي. هذا الموضوع هو السيرة النبوية، هذه السيرة التي وإن اشتغل عليها المتقدمون الشغل الذي يقدر ويعظم، لكنها كلمات ربي لا تنفد، تجلت في محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات الحية التي تجلت فيها الكمالات، كمالات الإلهية، تستحق من اجتهاد فيها ما ليس له حدود ولا قيود. فألوانها وأشكالها ومراتبها وقيمها ومقاصدها لا تنفد، ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى لنبيه خلقا وحكما في السيرة النبوية ينبغي أن نسكنها بكل مداركنا وجوارحنا، لا أن تسكن هي فينا، هي تسعنا ولا نسعها أبدا. وهذه الحدود هي التي قيدت النظر في السيرة، وحدود مضطر إليها الإنسان بحكم نقصانه وسعيه إلى تجاوز هذا النقصان. وهذه الحدود جعلت أهل النظر بالمعنى الواسع وأهل الخبر بالمعنى الواسع أنهم يتمسكون ببعض طرق النظر في هذه السيرة وطرق الخبر. فمعلوم لكم جميعا ولا أعد أن أكون تلميذا لبعضكم فيما يتعلق بالسيرة، فتعلمون أن هناك طرق
مختلفة ثلاث اشتهرت بها تناول السيرة. Üç şekilde siret-i nebeviye almıştır, ele almıştır malumunuz olduğu üzere. طريقه المحدثين وطريقه المؤرخين وطريقه الفقهاء. لكني قلت لما لا طريقه اخرى للانتفاع بالسيره النبويه، واردت ان تكون طريقه ليست بتشدد المنهجيه الحديثيه. فقط حديثçilerin sıkı tabir edebileceğimiz veya müteşeddit diyebileceğimiz yöntemlerinin dışında olan ولا هي بإلزامية الطريقة الفقهية. وإذا أخذنا بهذه الاعتبارات أو الغايات وجدنا أنفسنا لابد أن نبحث طريقا في التفلسف أو في الفكر، طريقة فكرية. وهذه الطريقة هي توجبها أيضا أنها الأخلاق تعتبر فرعا من فروعها. هذه الطريقة تأخذ، لأن المجال الفلسفي أيضا يتضمن مجال الأخلاق وهي قيم. لذلك أخذت على نفسي أن أضع نظرية فلسفية أو نظرا فلسفية في السيرة الفلسفية، في السيرة النبوية، وتقيدت في ذلك بمبادئ منهجية ثلاثة. المنهج المبدأ الأول مبدأ التوسل بالتفكر لا بالتفكير، لأن التفكر هو النظر في الأشياء باعتبار صلتها بالإنسان، بينما التفكير هو النظر في الأشياء في نظر أشياء لذاتها وليس من أجل الإنسان. والمبدأ الثاني الذي اعتمدته هو مبدأ اعتبار الآيات، ولا أظن أنه يخفى عليكم معنى الآية. الآية أغنى من الظاهر، بل كل شيء أصلاً آية، ولكن الإنسان جرب جانباً من جانب الآيات وسماه الظواهر. والآية تضم قيماً وتضم وقائع، ولذلك فإنها كل تجتمع فيه الجانب الوجود وجانب الوجوب. والثاني الثالث والأخير المبدأ الثالث الأخذ بالمواثيق الموجودة في كتب السماوات، كتب المنزلة. وقد اعتمدنا مواثيق خمسة: ميثاق الإشهاد والذي أشهد فيه الحق سبحانه وتعالى على ربوبيته، شهد بني آدم على ربوبيته، وميثاق الاستئمان وهو الذي عرض عليه فيه الأمانة، وميثاق الإرسال الذي كلف الله سبحانه وتعالى المصطفين من عباده لتبليغ شرائعه، وميثاق الاختصاص الذي خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضائل وميز لا يتمتع بها غيره. طبعا لما اعتمدنا هذه المبادئ الثلاثة، مبدأ التفكر ومبدأ الآيات اعتبار الآيات ومبدأ الأخير وهو مواثيق، مبدأ المواثيق، لما انطلقنا من هذه المسلمات أنا ألزمت نفسي بأن أسلم بهذه الأمور، ولا يقول أحد أنه ليس لي حق في تسليمي بها. لماذا؟ لأن كل مجال علمي فلسفي، كل مجال لا بد له من مسلمات، فمسلماتي هي هذه: هناك آيات وهناك مواثيق وهناك تفكر. فهذه المسلمات أوجبت علي أن أتبع طريقا في النظر في السيرة، وهذه الطريقة لا بد أن تكون طريقة تأويلية، لا بد أن تكون طريقة تأويلية. وطبعا بعضكم يقول: ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ التأويل شيء والتفسير شيء. التفسير هو بيان للأسباب الظاهرة والموضوعية، بينما التأويل
يكون بيانا للمعاني الخلقية والروحية. ويجب المؤول أن يتعقب المعاني الخلقية والروحية على خلاف المفسر. وبعضكم سوف يقول هناك تأويلات كثيرة، ما هو تأويلك؟ ما الفرق بين تأويلي وتأويليات مثلا المعلومة في الغرب وغيرها؟ تأويلي غير التأويل. التأويل الائتماني ليس هو التأويل غير الائتماني. إذ تأويل غير الائتماني هو بيان عموم المعاني الخفية في الأشياء وحفظ علاقة الملكية بالأشياء وعدم الالتزام بالتحقق بالمعاني التي في طيها. أما التأويل الائتماني ليس بيانا لعموم المعاني، لأن هناك معاني وجودية وهناك طبعا معاني أخلاقية ومعاني تاريخية وما غير. ولكن بالنسبة للتأويل الائتماني هو يبين المعاني الخلقية الروحية بالخصوص التي تنطوي في الآيات بالرجوع إلى المواثيق الإلهية. ويمكن نجمل تعريف الجامع للتأويل الائتماني لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ينبغي أن نبين على مقتضى المواثيق الإلهية، على مقتضى المواثيق الإلهية ليس على مقتضى أي شيء، على مقتضى المواثيق الإلهية القيم الخلقية والمعاني الروحية التي تنطوي في آيات السيرة الخاتمية. السيرة كلها آيات، لا يمكن أن تقول ظواهر. من يقول السيرة ظواهر فقد أخطأ خطأ الجاهلي وليس خطأ العالمين. فإذا ينبغي أن نبين على مقتضى المواثيق الإلهية القيم الخلقية والمعاني الروحية التي تنطوي في آيات السيرة الخاتمية، على أساس أن العلاقة بهذه القيم والمعاني السنية تكون علاقة ائتمان لا علاقة امتلاك، وأن العمل بها يكون بطريق الاقتداء لا بطريق الابتداء. وتعلمون جميعا لشهرة هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن الدعوة النبوية دعوة أخلاقية محصورة في الدائرة الأخلاقية، إن على أساس فهم الأخلاق لا بالمعنى المحدود، بل الأخلاق باعتبارها شاملة لكل أفعال الإنسان وطروقه وأحواله. فإذن بالنسبة لنا حينما نقول الحديث إنما بعثت لأتمم أخلاق، أن الدين الإسلامي دين أخلاق باعتبار الأخلاق تحتوي الإنسان فعالا وطروقا وأحوالا. وطبعا الجميع، وأقول لم أقف عند أحد ربما لجهلي بمصادر أخرى، أنه أعطى لمدلول تتميم معنى غير المعنى التكميل، بمعنى بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معناها بعثت لأكمل مكارم الأخلاق. لذلك سنبين نقدنا لمفهوم التتميم الأخلاق، لأنه سيتبين أن معناها ليس تتميم الأخلاق وإنما تأسيس الأخلاق. فإذا قيل تأسيس الأخلاق، ماذا يتبادر في سياق السيرة النبوية؟ في سياق السيرة النبوية فماذا يتبادر إلى ذهن الإنسان؟ يتبادر إلى ذهنه معنيان، أولهما تأسيس السيرة على الأخلاق، والثاني عكسه، تأسيس الأخلاق على السيرة النبوية. وطبعا المعنى الأول وهو تأسيس السيرة النبوية على الأخلاق لا يمكن قبوله أبدا بمقتضى الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن الرسول
هو الذي يقوم بتكميل الأخلاق، حتى لو فرضنا أن معناه التكميل وليس العكس، ليست الأخلاق هي التي تكمل الرسول، لذلك لا يمكن قبول هذا المعنى. سنبرهن على هذا التأسيس، ولكن لا بد أن ندخل بوسائل تهدينا في هذا الاستدلال. أولا، الوسيلة الأولى وسيلة تاريخية، فقد سبقنا إلى النظر الفلسفي في السيرة النبوية شخصان عظيمان هما ابن النفيس وابن خلدون، وستجدون في كتاب تفاصيل هذا الأمر. إنما نقدي لهم بيّن أن ابن النفيس لم يدرك نهائياً أهمية مفهوم القيمة، ونقدي لابن خلدون بيّن أن ابن خلدون فاته مفهوم الميثاق. هذه نقطتان أساسيتان، فات ابن النفيس مفهوم القيمة، وفات ابن خلدون مفهوم الميثاق. في الأخلاق ما هي؟ هي الصفات التي يورثها العمل بالقيم التي حدثتها المواثيق. الأخلاق هي الصفات التي يورثها العمل بالقيم التي حدثتها المواثيق. لذلك الخطوة الثانية، وجب علي استبدال منهج ثاني بمنهجي ابن خلدون وابن النفيس. فابن النفيس اتبع في تحليل السيرة النبوية الاستدلال المنطقي، التدليل المنطقي، بينما اتبع ابن خلدون في تحليل هذه السيرة التعليل التاريخي. فإذا نقول بأن ابن النفيس اعتمد التدليل المنطقي، بينما ابن خلدون اعتمد التعليل التاريخي. بينما التحليل الذي اعتمدناه نحن هو تحليل تأويلي كما قلنا. Bizim ise yöntemimiz tevili bir yöntemdir. وهذا التأويل يوجب علينا التوسل بالقيم في كل شيء. ولما كان كمال الفطرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيماً ومواثيق لا يتجلى في أحد مثل ما يتجلى في الرسول الخاتم، فقد لزم أن تكون سيرته النبوية هي القاعدة التي ينبغي أن ترفع عليها الأخلاق. فكمال الفطرة عنده تجلى في صورتين، وهذه نقطة في غاية الأهمية. تجلى في صورتين، أولاً تخلق ذاته الشريفة بصفتين جامعتين، أقول صفتين جامعتين، وهما كمال الصدق وكمال الأمانة. تقولون كيف يكون هاتين الفضيلتين جامعتين؟ لا، جامعتين لأسباب كثيرة نذكر منها واحدا. فالصدق ينزل من الأخلاق منزلة المركز، بحيث يمكن أن يضاف إليه كل خلق إضافة تخصيص، فيقال صدق الصبر بمعنى حقيقة الصبر وطريقته، بمعنى أي خلق كائن ما كان ينبغي إضافة الصدق إليه ويخصصه. أما الأمانة فهي عبارة عن مجموع الأخلاق، بحيث يمكن أن يضاف إليها كل خلق إضافة تعميم، فيقال مثلاً أمانة الصبر بمعنى الصبر أمانة. إذن النتيجة التي نستخلصها من هذا هو أن محمداً صلى الله عليه وسلم في اتصافه قبل مبعثه بهذين الخلقين الجامعين الصدق والأمانة يكون قد اتصف بجميع الأخلاق الحسنة. وقد تجاسرت وتجرأت
على أن أعتبر أن كمال الفطرة في قبل البعثة، ومعنى كمال الفطرة أنه جمع الأخلاق كلها، تجرأت على أن أنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة قبل الفطرة، إلا أنها نبوة خاصة وسأذكر صفتها. فأرى أنه يجب أن نفرق في النبوة بين نبوتين، نبوة بالفطرة ونبوة بالشرعة. فالرسول قبل البعثة كان نبيا بالفطرة، وبعد البعثة صار نبيا بالشرعة، فضلا عن النبوة بالفطرة. وهذا فصلت في كتابي وستعود إلى ذلك. وقد يقول بعض القراء، أما أنتم يعني ففي حضرة السيرة لا يخاف عليكم. فأقول إن بعضكم يقول ربما كمال الفطرة لا يوجب النبوة بالفطرة، فحتى يعني أشير هذا فصلت، وهذه ما أقرأه الآن ومجرد الخاتمة توجز كل كلمة في هذا، أو كل حكم أو كل مسألة أثبتها برهنت عليها داخل الكتاب، ولكن أوجز حتى لا أفوت على نفسي تبليغ ملخص هذا الكتاب. فمثلا الصدق، لو أخذنا الصدق، فصدق الخلق عند رسول الله غير صدقه عند سواه من الناس، لأن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي حفظ الحق. وما هو الحق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو وحدانية الإله. إذ حفظ الصدق عند رسول الله يقتضي التوحيد. الرسول حينما يقال له صادق بمعنى أنه موحد وليس مجرد مطابقة الواقع، لأنه الحق. فلا صدق بالنسبة لنبي الفطرة بغير توحيد. نأتي إلى مفهوم الأمانة. إذن الرسول حينما يقال له، حتى لما يناديه كفار قريش ويقولونه صادق، هم يشهدون بتوحيده من حيث لا يعلمون، يشهدون بتوحيده لأن صدقه مقترن بحفظ الحق. كذلك بالنسبة لأمانة الخلق، أمانة الخلق عنده غير أمانته عند الناس، عند سواه من الناس. إذ تقتضي هذه الأمانة حفظ الواجب، والواجب عنده هو إعطاء الحق لذي الحق. أي أن أمانة الخلق عند رسول الله تقتضي العدل إزاء كل شيء. فلا أمانة بالنسبة لنبي فطرة بغير عدل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كان موحدا وكان عادلا قبل البعثة. أما بعد البعثة، بعضهم سيقول وماذا ستضيف البعثة؟ لا، ستضيف أشياء كثيرة لا تنتهي. إذ أن بعد البعثة سيرتقي الصدق إلى رتبة أخرى، وهو الانتقال من الإيمان بالوحدانية إلى رتبة الدلالة على الإتيان بالعبودية لله. فلا صدق بالنظر إلى رسول البعثة بغير عبودية لله. كل قول صادق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويحقق به العبودية المطلقة لله. وكذلك الأمانة ستصبح بعد البعثة غير الأمانة قبل البعثة، إذ ترتقي من رتبة الدلالة على العدل إلى رتبة الدلالة على الإحسان. فلا أمانة بالنظر إلى رسول البعثة بغير إحسان. وكمال الفطرة عند رسول الله يختلف عن كمال، لو فرضنا وجود الكمال الفطرة، وهذا غير موجود، كمال الفطرة عند غيره لو فرضنا لا يكفي هذا الوجه، وهو أن تخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كماله في تخليق أصحابه أيضاً
إن لم يقم بتخليق أصحابه فلا كمال بفطرته. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كماله أنه لا يكتفي، لا يريد أن يكتفي بتخليق أصحابه على الصدق والأمانة، كان قصده تخليقهم على كمال الصدق وكمال الأمانة، وليس على مجرد الصدق حتى يقفوا عند الإيمان بالوحدانية، يريد أن يرقيهم إلى مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى، وكذلك لم يرد أن يخلقهم على مجرد العدل، بل أراد أن يرقيهم إلى رتبة الإحسان. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكبر من أمته في مقاصده، ولكن هذه الأمة اليوم لا تستحق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أقول الجميع ولا إنما خيار الناس موجودون دائما، إنما أقول هذا يعني شعورا بتقصيرنا. فكيف عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تخليق أصحابه؟ بدأ بعقولهم، فبدأ بتخليق عقولهم في مكة على ميثاق الأشهاد الذي هو الأصل في الصدق، خلقهم على ميثاق الأشهاد في مكة، بمعنى يريد لهم عقولا أخرى، عقولا موحدة، عقولا تصب إلى رتبة العبودية لله سبحانه وتعالى، فعمد إلى تربية تخليق عقولهم في مكة المكرمة. تفضل. والرسول هو يريد أن يحيط بأصحابه، يحيط بكل سلوكهم، خلق عقولهم، بقي شيء واحد لكمال لاستعدادات الإنسان هو الإرادة، فخلقهم خلق إرادتهم في المدينة على مقتضى ميثاق الاستئمان. الرسول عليه الصلاة والسلام جمع طرفي الإنسان اللذين يحددان الإنسان، وهو العقل والإرادة، بدأ بالعقل ثم بالأمانة. هذا يعطينا دروسا كيف ننشئ أبناءنا ونربي أجيالنا. ولما تم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخليق العقول في مكة على الصدق، على ميثاق الإشهاد أو على الصدق، وتخليق إرادتهم على الأمانة في المدينة، استطاع أن يكون بمصطلح الخاص مجتمعا ائتمانيا، أول مجتمع ائتماني بحق روحا وإخاء، أول مجتمع في نظري ائتماني منذ أن خلقت البشرية. من هنا نتوصل إلى حقائق أخلاقية جوهرية ثلاث اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تتميم الأخلاق الذي بعث من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تكميلا كميا لسابق من الأخلاق فحسب. أنا لا أنكر أنه ليس تكميل، ولكن ليس تكميلا فقط فحسب، بل أي لم يكن مجرد إضافة قيم أخرى غير مسبوقة إلى ما جاء به النبيون صلى الله عليه الصلاة والسلام من قبله، بل كان تكميلا كيفيا، وهذه نقطة في غاية الأهمية، تكميل كيفي وليس تكميل، بمعنى حول حال الصدق وحال الأمانة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يزيد فيها وإنما حول حالتها، يشعر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمانة بغير ما كنت أشعر بها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، إذ جدد العمل والتعامل بسابق القيم، القيم قبل رسول صلى الله عليه وسلم، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير القيم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام هذا التجديد للقيم كلها على التي سواء تلك التي سبق إلى تبليغها النبيون أو تلك التي اختص بتبليغها، على هاتين القيمتين المحوريتين الصدق والأمانة. والحقيقة الأخلاقية الثانية أن تتميم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخلاق لم يكن تكميلا كميا وكيفيا فقط، بل كان أيضا تكميلا صعوديا إذ التزم التدرج في مراتب الكمال، ليس تكميلا أفقيا.
والدليل على ذلك فقد جعل الصدق والأمانة مرتبتين، مثلا هما التوحيد والعبودية بالنسبة للصدق، والعدل والإحسان بالنسبة للأمانة. هذا مثال على، وليس ولا يقف الأمر عند هذا، ولا يقف الأمر عند هذا. يريد أمته أن تكون في هذه المرتبة. إذا وصلت كمال العبودية فالرسول عليه الصلاة والسلام راض عن ذلك، وإذا وصلت إلى كمال الإحسان فالرسول عليه الصلاة والسلام راض عن ذلك. ولكن فوق هذين الكمالين كمالات لا أعلمها إلا هو. والحقيقة الأخلاقية الثالثة والأخيرة أن تتميم، دائما استعمل كلمة تتميم إحالة على الحديث، أن تتميم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخلاق لم يكن تخليقا ببعض القيم دون أخرى، وإنما كان تخليقا بكل القيم، ولم يكن تخليقا لبعض القدرات دون بعض، لا، كان يخلق البصر والسمع والأذن واللمس والذوق، كان يخلق كل الإدراكات، لم يكن يخلق بعضها دون بعضها، تخليقا يسري أطره إلى كل القدرات، فلم يكن يخلق العقل دون أن يسري أطر هذا التخليق إلى الإرادة، أو يخلق الإرادة دون أن يسري أطر هذا التخليق إلى العقل. ونختم كموجز لما ذكرناه من قبل، فيتبين إذن أن ما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم تتميم الأخلاق هو في الحقيقة عبارة عن تأسيس الأخلاق صريح. ولما كان هذا التتميم هو الشغل الشاغل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا التتميم هو الشغل الشاغل لسيرته الشريفة بكليتها، فقد باتت السيرة النبوية هي أساس الأخلاق. تلزم من هذا حقائق أساسية مرتب بعضها على بعض. هذه الحقائق الأساسية نذكر منها ثلاثا وننهي العرض إن شاء الله. ما ينبغي أن يكون أساس الأخلاق لا يمكن أن يكون جملة قيم مجردة مسبقا بواسطة النظر، وإنما هو سلوك أخلاقي حي بحيث لا يفطر ولا يخمد. والحقيقة الثانية الأساسية أن هذا السلوك الأخلاقي الحي الذي تتأسس عليه الأخلاق ينبغي أن يكون سلوكا نموذجيا. لا يمكن أن يكون هناك سلوكات ولكن ليست من نموذجية، ينبغي أن يكون نموذجيا بحيث لا يتعدى ولا يضاهى. والحقيقة الثالثة أن هذا النموذج ينزل منزلة القدوة الحسنة التي تستدعي التأسي بأخلاقها وأخذ القيم عنها. وهذا يعني أن العلاقة، أن أساس الأخلاق لا يمكن أن يكون علاقة فكرية مجردة، ولا يمكن حتى أن يكون علاقة اعتبارية، لا تكفي، إنما ينبغي أن تكون علاقة اقتدائية بموجب نموذجية الرسول عليه الصلاة والسلام. ونقول في كلمة خاتمة وموجزة أن المقاربة الائتمانية تتوصل بفضل منهجها التأويلي إلى إثبات أن السيرة النبوية تؤسس الأخلاق تأسيساً اقتدائياً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، وشكراً لكم على اتباعكم. بارك الله فيكم أستاذنا الجليل، رفع الله قدركم ونفعنا الله بكم. في الحقيقة أستاذنا الجليل، أنا أبدأ بسؤالي أنا. في الحقيقة حينما استمعت أنا ذكرت بعض الآيات من سيرة النبوية، وهذه نظرة جديدة، قراءة آياتية سيرة النبوية، يعني Peygamber'in hayatını hadiseler üzerinden değil, Peygamber'in her yaşadığını ayet olarak okuyup anlamak diye bir kavram geliştirdi hocamız. ذكرني بعض مظاهر مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمت من جديد. على سبيل المثال، حينما في حديث بدء الوحي، إذا نزل من غار حراء فقال لخديجة رضي الله عنها:
إني خشيت على نفسي. فأجابت قالت إن الله لا يخزيك أبدا. فأعد كل الخلق، الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، إنك لتصل الرحيم، إنك لتحمل الكلة، إنك تعين على نوائب الحق و و و سبحان الله. إذا قرأت أول مرة فقلت الله سبحانه وتعالى يقول ووجدك ضالا فهدى، ويقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، من أين هذه الخلق؟ أو إذا قرأت كلمة جعفر الطيار أمام النجاشي، كلمته العظيمة، فإذا تحدث وعدد خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من السنين الأولى من البعثة. يعني أن السؤال يعني دقيق ومحرج، لمن يقف عند الظاهر، يعني من يعامل دلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ظاهرة. لو فرضنا في دلالة بين مزوجتين أنه ظاهرة، أما إذا اعتبرناها آية فتفتح آفاق التأويل. أول شيء هو قد يكون الخطاب هو موجه للبشر من زاوية البشر، من زاوية كيف ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظرون إليه مثلا هذا، ينظرون إليه مثلا ضالا، فقد هذا وجه من وجوه احتمال فهم باب التأويل، احتمال فهم الضلال الذي ورد في هذه الآية، أنه حكم من زاوية الإنسان في اعتباره للضلال. إذن هذه وجوه. وجوه أخرى هو أنه قد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب مراتب عليا بعد الصدق، بعد الهدى، يعني في درجة يعني أنه مراتب عليا، فمثلا إذا كنت في مرتبة ألف فأنا ضال بالنسبة للمرتبة اثنين لأني لا أعرف كيف أهتدي إليها. فإذن ممكن أن نوجد تأويلا ترتيبيا لمعاني القرآن، هذا المعنى الثالث، هذا الذي يظهر لي في اللحظة، ما أنا فكرت في الموضوع، لأنه أحياناً أقف عند بعض الآيات مسلماً نازعاً عقلي، نازعاً ملكاتي، وأسلم وجداني. فقد تكون هذه الآية من آياتك. ووجه ثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ضالاً من حيث الصدق، كان حاصل الصدق، لو الصدق صدق كان مصدقا. أنا في نظري وهذا أؤكده، الرسول كان موحدا قبل الرسول، بعضهم سيقول يعني أخذ بملة إبراهيم، هذا تأويل، ولكن اعتقادي أنه تحنته في الغار وتفكره في الغار أفضى به إلى وجوب الصدق، وأفضى به إلى أن أول مظهر من مظاهر الصدق هو الإيمان بوحدانية الله، فكان موحدا. ولذلك ربما تجدون في كتبي أنهم حينما يستدون في هذا الكتاب، حينما يقول العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيده، كأنهم يقولون أيها الموحد، أيها الموحد، بدليل الآية مثلا الصفة الثانية وهي الأمانة، فإنما تمثلت الأمانة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقريش، تمثلت في إعادة بناء الكعبة، فقالوا ننتظر في قضية رفع الحجر ووضعه في قالوا ننتظر، فقالوا هذا الأمين، ما معنى هذا الذي سيعدل بين القبائل حتى تقبل، فإذا تجلى أول تجلي للأمانة كان العدل، فإذا هذا من الشهادة. ولكن ينبغي للإنسان في التأويل يقر بالعجز الإدراك، يقر بأنه يصل
يصل إلى مرتبة لا بد أن يشعر بأنه عاجز عن التأويل، لا بد أن يكون شعوره مش كالذي يقف عند الظواهر، عند الظواهر لا يعجز، الشعور بالعز رتبة من مراتب تعرف على معاني القرآن.